السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي عشاق الراية الوطنية، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. رجاء إخواني الجزائريين، دعم الفيديو بلايك، اشتراك في القناة، وحط رأيك في التعليقات. خصوصا يجب أن تجيبوني على سؤال: ما هو ردة فعلكم عندما شاهدتم نهضة بركان يفر هاربا من ملعب 5 جويلية لما شاهد الأنصار وشاهد الهتافات وشاهد فريق اتحاد العاصمة جاهز لكي يلقن هذا الفريق درسا في الأخلاق بين قوسين في كرة القدم؟ ما رأيكم في التعليقات؟ أطلب من كل مروكي شاهد الفيديو للأخير، لأننا نتكلم بمنطقية، راح نكشف حقائق، خلي قلبك بجيح وتكلم وعبر عن رأيك في التعليقات، لكن كن بواقعية. ليس أنا أسألك سؤال واقعي، سؤال مباشر، وأنت تقول لي عاش الملك. ليس لنا ندخل في ملككم، لكن فقط نتكلم في قضية كرة القدم، وأرجو أن تجيبونا. كل هذه القضية بسبب من؟ بسبب خريطة فيها الصحراء الغربية، وأنتم تقولون الصحراء مغربية. إذن هي مازالها قضية نقاش، مازالها قضية نزاع، والذي تفصل في هذا الشيء هو الأمم المتحدة. لذلك قضية الصحراء الغربية أم مغربية لم يفصل فيها بعد. لذلك على أي أساس تضعون رمز الصحراء الغربية وأنتم تعلمون أن الجزائر تدافع عن الصحراء الغربية ككل، وتدافع على كل بلد مستعمر خصوصا في إفريقيا؟ أول سؤال هذا. ثاني سؤال، أريد أن تجيبوني بمنطق. لماذا في شعار كأس العالم عندما ضم البرتغال إسبانيا والمغرب، لماذا لما وضعتم خريطة المغرب لم تضعون أو لم تضعوا معها خريطة الصحراء المغربية كما تقولون؟ لماذا؟ أليس كأس العالم معنى شمولي؟ أليس كأس العالم يمكن لكم أن تصلوا صوتكم للعالم؟ لماذا فقط تريدون وضع هذه الخريطة الافتراضية فقط عندما تأتون للجزائر؟ نقول لكم عليه، لأن فوز الأقجع والأندية المغربية ونظام المخزن، نتكلم كرويا، لما يدرك ويعلم تمام المعرفة أنه غير قادر على الفوز أو على الأقل العودة بالتعادل، فهو يفتعل مثل هذه الأمور. فوزي الأقجع يعلم أنه مثل هذه التصرفات لن تمر مرور الكرام على الجمارك الجزائرية والدولة الجزائرية. لدينا مبادئ يجب أن تحترم، وإلا تعود من حيث أتيت، أو على الأقل كنتم تبلغون السلطات أننا لدينا عدم فيه هل ندخل أم لا، فمباشرة دون يعني ما تعيوا أرواحكم نقول لكم بلي ما كاش. وإذا تريدون 3 نقاط وتريدون الكأس نعطوكم إياها. والله لا تهمنا كأس إفريقيا ولا تهمنا من ينظر كأس إفريقيا بقدر ما يهمنا كأس العالم. فوز الأقجع لما يدرك أنه غير قادر على الفوز بهذه المباراة يفتعلك مثل هذه الأمور، لأنه يعلم محل النزاع أين سيفصل فيه. يوصل فيه في الكاف، ثم الفيفا، ثم الاتحاد الدولي لكرة، عفوا المحكمة الرياضية الدولية. الكاف مختطفة من قبل هذا المغربي، كما نقول نحن في الجزائر الرشامة حميدة والرسامة حميدة، هو اللي يدير المشكلة وهو اللي يفصل في المشكلة. لذلك شيء بديهي أننا لما نرفع الشكوى على مستوى الكاف، الكاف راح يفصل لصالحه، ما راحش يفصل لصالح الجزائر، على الأقل لصالح الحق، لأن لوائح الفيفا واضحة، أي شعار على أي قميص يجب أن ينال الموافقة من هذاك البلد. إذا كان هذا الشعار في هذا البلد غير موافق، غير متوافق ولا يصلح في هذاك البلد، لا يمكن أن تضعه، ولا يمكن أن تمرر شعارات سياسية أو دينية أو عرقية أو تمييز عنصري. لا، نحن نلعب كرة قدم. لذلك هو يعلم أن هذه الأشياء منافية، ولذلك يعلم أنه لو كان ما يلعبش هذه المباراة احنا نروحوا للكاف، وشكون يتحكم في الكاف؟ هو اللي يتحكم في الكاف، فبالتالي راح يفصل فيها لصالحه. لذلك ما نتعجبوش لما الإرسالية أو الإشعار اللي جاء الاتحادية الجزائرية أنه هو القميص عادي، لأنه اللجنة التنفيذية بقيادة فوزي الأقجع كانوا في مراكش، كانوا في المغرب، وأكيد راح يفصل لصالحه ماشي لصالحنا. ولذلك فيق أيها المروكي بالعقلية هذه، والله المغرب يولي اللور، لأنه أيام فوزي الأقجع أصبحت معدودة على مستوى الكاف، حتى أنه يمكن يوم الأيام يصبح ليس هناك فوزي الأقجع. لذلك حذاري من هذه الأشياء.
الآن ندخل في بعض الأسئلة، وياريت على كل مغربي حر يجاوبني عليها، حتى إذا كنت مروكي يعني مخزني وتريد أن تكون مغربي حر عليك أن تجيبني على هذه النقطة. أنتم تقولون أن ذي الخريطة هي شيء عادي وتعبر عن رموز المغرب. أريد أن أسألك سؤال مباشر، لماذا في شعار كأس العالم الذي ضم خريطة البرتغال وخريطة إسبانيا وخريطة المغرب، لماذا لم يضع المغرب خريطة الصحراء الغربية، أو كما تقولون أنتم الصحراء المغربية المزعومة، لماذا لم تضعوها؟ لأن الفيفا قالت لكم لا. إذن أنتم تعلمون أن هذا الشيء غير متعارف عليه، على أي أساس إذن تضعه عمة الدخول للجزائر؟ هناك تفسير واحد فقط، فوزي الأخجع يريد أن تصل القضية على مستوى الكاف ويفصل فيها كما يشاء، وأيضا الكاف فصل فيها بأنه هذا الشيء عادي، ولكن هذا أيضا شيء عادي بالنسبة لنا لأنه ليس هناك قضية اسمها الكاف. لذلك والاقتصادي سيرفع القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، وحتى إذا المحكمة الرياضية الدولية فصلت لصالح نهضة بركان، فوالله لا لا لا, لا يمكن أن يعني ألزم بهذا، يمكن أن أحلف، لكن لا داعي لذهاب اتحاد العاصمة. ومبروك نهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية، مبروك عليكم الآن. نحن لا يهمنا الكؤوس، لا تهمنا التنظيم بقدر ما تهمنا الراية الوطنية وسيادتنا فوق الجميع. السؤال الثاني، مندوب الأمم المتحدة، أليس القضية الصحراء الغربية أم مغربية موضوعة على مستوى الأمم المتحدة؟ تقول لي بلى. إذا لماذا المندوب المغربي وضع رمز لخريطة المغرب وفقط، لم يضم فيها خريطة الصحراء الغربية؟ أليس الأمم المتحدة المعنى الشمولي؟ أليس الأمم المتحدة هي من تفصل لك وتريد أن تبين للعالم أن صح صحراء مغربية؟ لماذا لم تضعون هذا الشعار وهذا اللوغو؟ لأنكم تعلمون أن هذا لا يصح ولا يمكن. حتى منافسوكم في مختلف البطولات سواء الجمباز أو الكيك بوكسينج أو الملاكمة، لماذا تضعون فقط خريطة المغرب وفقط؟ لماذا عندما تريدون الدخول إلى الجزائر إلا وتحاولون تمرير السياسات وتمرير الرسائل التي ليس لها معنى وهي وهمية؟ أنا تفسير واحد فقط، هو فقط لأن فوزي الأقجع يريد فوز بثلاث نقاط، يريد هزيمة اتحاد الجزائر دون أن يكسب عد عناء، لذلك فر يعني هاربا إلى خارج الملعب لأنه يعلم أنه من غير اللائق، مستحيل أنك تفوز على اتحاد العاصمة هنا في الجزائر. هذه هي الحقيقة. إذا أردت أن يعني تضع في رأسك الحقيقة والمنطق خبا بهذه الطريقة، وإذا أردت يعني دائما أن تتخبى وراء أي شيء عاتم وتقول ليس هناك أضواء، فهذه يبقى مشكلتك وليس مشكلتنا. قلنا أنه النتيجة التي ستقرها المحكمة الرياضية الدولية سواء بالإيجاب أو سواء بالسلب، حكمت لصالحنا أو ليس لصالحنا، والله لا يهمنا. المهم الراية الوطنية لا يمكن لك أن تدنسها، وسيادتنا فوق الجميع وعلم الجزائر يجب أن يحترم. تأتي للجزائر تحترم عادتنا تقاليدنا وسيادتنا، غير ذلك فعد من حيث أتيت. حبنا خوتنا، هذا فيديو يعني حاولت نلخص فيه كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحيا الجزائر.